السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. والنهاردة معانا ماكيتا أنجل دريل DA3010. ده دريل زاوية 10 ملي مخصص لصقب الخشب والمعادن والبلاستيك. قدرة الدريل اللي معانا النهاردة 450 واط. عندنا السرعة بدون حمل بتصل إلى 2400 لفة في الدقيقة. ووزن الدريل اللي معانا النهاردة 1600 جرام، فمعانا حاجة خفيفة جداً. وسعر الدريل حوالي 308 دولار. من ضمن المواصفات عندنا عزل ثنائي من الداخل، وعندنا سرعات متغيرة، وعندنا اتجاهين. من ضمن الملحقات عندنا مفتاح لتغيير ريشة الحفر، وبيجي في كرتونة زي ما حضراتكم شايفين. خلونا بقى نشغل الدريل بتاعنا كده مع بعض ونشوف. زي ما حضراتكم شايفين ده الدريل بتاعنا. عندنا دريل خفيف الوزن ومضغوط زي ما حضراتكم شايفين. كمان عندنا سرعات متغيرة، ومن خلال المفتاح ده بقدر اتحكم في السرعة. خلونا نشغل جهازنا كده مع بعض ونشوف. عندنا اتجاهين، ومن خلال المفتاح ده بقدر ابدل الاتجاه. عندنا ارتفاع الراس 66 ملي، يعني حوالي 6.6 سم. طبعا الراس مضغوطة بشكل كويس جدا، وتقدر تستخدم الجهاز في الأماكن الضيقة ما عندكش أي مشكلة. فعندنا جهاز مدمج وخفيف الوزن وجهاز ممتاز. فعندنا دريل مضغوط وخفيف الوزن للغاية، وعندنا ارتفاع الراس 66 ملي، مما يسهل الاستخدام في الأماكن الضيقة. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم إن شاء الله. أشوفكم على خير.